قال أشعث عن الحسن البصري. الحسن هو ابن أبي الحسن، واسم يسار البصري مولى زيد بن ثابت، وقيل مولى جابر بن عبد الله، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر، فتكون ولادته على ذلك سنة 21، لأن عمر قتل سنة 23. وقد ذكر ابن سعد وغيره أن أمه كانت ربما غابت فيبكي فتعطيه أم سلمة هديها فتعلله إلى أن تجيء أمه فدر عليه هديها فشرب، فيرون أن تلك الحكمة والصفاء من بركة ذلك. وفي هذا نظر يحتاج إلى أسانيد قوية. وقد روى الحسن البصري رحمه الله عن عمر ولم يسمع منه، وعن أبي هريرة ولم يسمع على الصحيح، قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة، وعن جابر ولم يسمع قاله علي بن المديني وأبو زرعة، وعن أبي موسى ولم يسمع قاله ابن المديني والدارقطني وجماعة، وعن عبد الله بن مغفل وقد قال أحمد سمع منه. وهذا صحيح أن الحسن البصري سمع من عبد الله بن مغفل، وقد قال أبو حاتم سمع من أنس وابن عمر، وقال أبو زرع الحسن لقي ابن عمر، وقال لمن أحمد الحسن سمع من أنس وعبد الله بن مغفل وابن عمر. وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله لا نعلم له سماعا من علي بن أبي طالب. وقال الدارقطني رحمه الله لم يسمع الحسن من أبي بكر، وفيه نظر، فقد ثبت سماعه وله عنه عدة أحاديث رواها البخاري في صحيحه. وقد قال بعز بن الأسد سمع الحسن من أبي بكر، قال قتادة ما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه. وقال أبو بردة رحمه الله ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه. والحسن مع جلالته وعظيم قدره وسعة علمه له مراسيل ليست بذاك عند أهل الحديث. وقد روى الحسن عن سمرة نحو من 50 حديثا ثبت سماعه من حديث العقيقة، واختلف الأئمة رحمه وتعالى فيما عدا ذلك. والأقوال في سماع الحسن من سمرة ثلاثة، قيل لم يسمع مطلقا، وقيل سمع كل شيء، وأبو عيسى صح من الحسن عن سمرة كل شيء، وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. واختلف القائلون في سماع العقيقة هل سمع حديث المثلى أم لا، أي نعرف عن المثلى. رجح الذهبي رحمه تعالى في السياق أنه سمع حديث المثلى. ومناقب الحسن وفضائله كثيرة يطول المقام لذكرها، فكلامه حكم ووعظه بليغ وعلمه كثير. وقد توفي 13 قاله نعيل بن علية والسري ابن يحيى وجماعة عن عبد الله بن مغفل. تقدم قول الإمام أحمد أن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل ولا تؤثر عن حنته. فقد ذكر بعض المتأخرين أن هذا الخبر معلول، وعلة عن عنة الحسن عن عبد الله بن مغفل. قال والحسن مدلس وقد عن عنه. ثم قال فلو سر بمن صحح من المعاصرين او الغابرين. اعلان الخبر مرفوعا لا اشكال فيه عند ائمه هذا الشان، ولكن اعلان في عنعنة الحسن هذا لا وجه له ولا قائل به من اهل العلم وائمه هذا الشان.
فنحن ننظر إلى حديث الحسن البصري إلى مسألة السمع، فإذا سمع لزم قبول حديثه ولو عنه، وإذا لم يسمع وجب رد الحديث ولو جاء الحديث مصرحا به بالسماع، فإن هذا غلط. كحديث الحسن قال حدثنا أبو هريرة في أحاديث كثيرة كحديث المنتزعات من المنافقات، هذا معلول عن النسائي وغيره، والصحيح أن الحسن لم يسمع عن أبي هريرة كذا، والغلط من قبله. وأما إعلال أحاديث الحسن بمجرد العنعنة دون ربط ذلك بالسماع فهذا لا قائل به، فالحسن إمام ثقة بس، ولا تعل أحاديثه بمجرد العنعنة، وهذا عام في كل أحاديث الثقات الموصوفين بالتدليس إذا صح عنهم، فنقبل عنعنتهم مطلقة ما لم يثبت انقطاع أو شبهه. وقد تقدم قول الإمام أحمد أن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل،